اوكي انا قبل لا ابدا الفيديو في مقدمه انا اقول لكم شويتين طويله راح اقولها، بس شيء ضروري انا لازم اقوله لان امس صار لي موقف صراحه جد جد استغربت منه. فانا راح احط لكم وقت بدايه الفيديو هني، تقدرون يعني يسكب هالمقدمه وتروحون على التحدي على طول، بس لان فعلا انا لازم اقول هذا الكلام لاني انا امس صدق استغربت ان يعني اوكي جايز انا لما سويت هذا الماراثون وانا كل يوم قاعده اسوي لكم شاوت اوت واقول لكم ان ناطرتكم هديه مني وكذي، انا مو قاعده ادير برنامج مسابقات هني، اوكي انا مو قاعده اختار فيفرتس وانتو زينين وانتو مو زينين. يعني انتو اذا انا ما سويت لكم شاوت اوت في فيديو معين مو معناته ان انتو اشخاص مو زينين ولا انا ما اهتم لتعليقاتكم او شيء كذي. يعني في اشخاص يعني they got offended او يعني حسوا بالاهانه ان انا ما سويت لهم شاوت اوت، يعني I was like oh, okay. وكانوا معصبين يعني انه لا احنا جاوبنا صح وليش ما تسوي لنا شاوت اوت وما شنو. I was like what يعني انا ما توقعت انه الشاوت اوت راح يخلي في بعض الناس يعني مثل خلينا نقول نفوسهم الرهيفة تنجرح يعني ومشاعرهم الرقيقة ما تتحمل يعني اذا ما سويت شاوت اوت حق كل شخص يعني يجاوب التحدي اللي انا احطه. I don't know يعني حتى I really يعني did consider ان اليوم ما اسوي شاوت اوت لانه اوكي في ناس تتضايق من الموضوع يعني ما ادري، بس بعدين ادركت ان هذا الشيء يعني مو تصرفي كثر ما ان الشخص شنو يظن بنفسه بالنهايه. فجايز انا ما ابيكم تفهمون فكره الماراثون غلط، انا مو قاعده يعني اسوي لكم برنامج مسابقات وهذا، الفكره ان انا اشجعكم على القراءه لا اكثر، والشاوت اوت هو مجرد تشجيع مو بغرض ان انا يعني اقول لكم انتم اشخاص زينين ولا مو زينين. بليز يعني get this please يعني الزبده من كلامي كله يعني please guys لما انا اسوي شاوت اوت حق شخص لا تفهمونها ان انا قاعده اتجاهلكم او ان انا ما اقدركم كذي، كلكم يعني متابعيني وانا احبكم وبالعكس انا وايد اقدركم. من كذي انا بديت حركه الشاوت اوت عشان اوريكم ايش كثر انا ممنونه لكم. ف ما ادري يعني ما ادري شنو اسوي زياده، يعني انا قاعده احاول اني ادير الماراثون بروحي واقدم لكم محتوى اوريجينال وجديد ويعني واحاول اني امتعكم خلال الفيديوهات وكل هذا، فساعدوني عشان اساعدكم. وشكرا على استماعكم، يعني ما عندي شيء زياده اقوله ويلا خلني على الفيديو. هلا والله معاكم ضحى الحداد واهلا وسهلا فيكم في سادس يوم من ماراثون القراءه للحجر الصحي. جايز او ماي جاد انتم خليتوني اطلع الاركايف مالي الافكار اللي انا ما راح اسويها طلعتها وقمت اسوي لكم فكره واو انتم كل ماله قاعدين تبهروني. في ناس استسلموا من تحدي امس بس في ناس لين الحين هم مجاهدين وطلعوا الاجابه صح ما شاء الله وبارقام قياسيه. اللي لين الحين ما شاف فيديو تحدي امس راح احط لكم اياه في صندوق الوصف تحت. بيسكلي تحدي امس كان ان انا قيمت لكم كتاب بدون ما اذكر لكم شنو هو الكتاب، وكان المطلوب منكم تعرفون شنو هو الكتاب وباي فيديو انا قيمته. الكتاب اللي انا قيمته في فيديو امس كان كتاب مثل ما انتم توقعتوا ذا لوكت باي ستيسي جي، والفيديو اللي انا قيمت في الكتاب كان عن كتب مشهورة لكنها بلا شعبية. انا حاولت اني احط لكم هنتات وقت تقييمي، يعني قلت انه حرام الكتاب مو مشهور وهو حلو وكذي، وبلس اللي لاحظ ان انا كنت حاطة لينك بالكارد حق الفيديو اللي فيه التقييم. اسرع شخص ياب الاجابة صدم عيشة عيشتي، كعيت بريك قوي بمخي صار فيني انه ها شلون يابا او ماي جاد كان الاخ عبد الله. هولي كام لا صدم عيشتي خلال 10 دقائق ياب الاجابه، فهذا هو الشاوت اوت الاول لهذا اليوم. لا واذا هذا مو كافي واحده ثانيه صدمت عيشتي ان اكتشفت ان انا مقيمه الكتاب في فيديو ثاني اللي هو كان ماي توب 10 بوكس اللي هي الاخت نوره. اوه ماي جاد شلون طحتي عليها ما شاء الله تبارك الرحمن، فهذا هو الشاوت اوت الثاني لهذا اليوم. فالاخ عبد الله والاخت نوره مشكورين 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 على متابعتكم، والمطلوب منكم انكم تتواصلون معي بالايميل الموجود في صندوق الوصف تحت وان شاء الله ناطرتكم هديه مني. اوكي خلصنا الحين من تحدي امس الحمد لله مر هذا بسلام، خليني على تحدي اليوم. جاهزين يا جماعه؟ يلا خلنا نبدي. مثل ما هو واضح من عنوان الفيديو تحدينا اليوم اللي هو كمل غلاف الكتاب. بيسكلي انا راح اعرض عليكم 3 كتب، كل كتاب منهم انا راح اعرض عليكم جزء من الغلاف.
المطلوب منكم انكم تعرفون شنو هي الكتب اللي انا عرضتها عليكم. لا تحاتون كل الكتب اللي انا راح اعرضها عليكم، انا اوريدي مقيمتها في قناتي، فالمطلوب منكم انكم تاخذون الجزء وتركبونه على الغلاف وتقولون لي شنو هو الكتاب المعروف. فيلا الحين راح اوريكم الاجزاء من اغلفة الكتب. بس اكثر من كذي غموض ما في بعد خلاص. هذا التحدي راح يكون اخر تحدي خلال فترة الماراثون ان شاء الله. باكر اليوم السابع راح يكون عبارة ان انا قاعدة واتكلم معاكم على قولتهم حديث من القلب الى القلب، يعني اقول لكم عن تجربتي العامة مع الماراثون وشنو اللي تعلمت منه وشنو الكتب اللي خلصتها. يعني هو مو تختيمة، يعني مو رابط، بس مثل ما تقول نظرة عامة حق الماراثون. فشدوا حيلكم يا جماعة في هذا التحدي. وكالعادة قبل لا اختم الفيديو خل اعطيكم ابديت لقراءاتي لسادس يوم من ايام الماراثون. ما ادري شنو اللي صار الظاهر، لانه واخيرا فرضوا حظر التجول في الكويت، فخلصت امس كتابين. الكتاب الاول اللي خلصته اللي هو Part of Your World اللي هو ريتيلينج عن الحرية الصغيرة. It was okay، يعني ما حبيته وايد امانة، يعني it was fine، يعني مو سيء ولكن مو بالمستوى اللي انا تصورته، خاصة لاني كنت توني مخلصة الريفليكشن وياي متوقع شيء واو كذي. يعني it was okay، يمكن لاني انا ما احب الحرية الصغيرة وايد، بس يعني شفتها يعني it was an average read. الكتاب الثاني اللي خلصته اللي هو The Wrong Coaster، هو يعني كتاب فلافي وكيوت، ويعني اذا تبون شيء صج ماكو دراما definitely هالكتاب راح ينفعكم. personally انا لاني كنت قارية الجزء الاول اللي هو The Wrong Bachelor ووايد وايد وايد حبيته، هذا الجزء حسيته يعني كان ممكن يكون افضل خلينا نقول. يعني it was alright، يعني الكتابين اللي قريتهم امس basically كانوا average reads، يعني ما حبيتهم وايد وما كرهتهم، كانوا عاديين، يعني عادي بعد فترة انسى. وان شاء الله بعد ما اخلص من تصوير هذا الفيديو راح ابدي اقرا Brightly Burning اللي هو ريتيلينج عن جين اير. وايد 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 متحمسة اقرا هذا الكتاب، فخلنا نشوف ايش راح يصير. وبس وبكذي خلصنا فيديو اليوم، ان شاء الله عجبكم التحدي، ويلا شدوا حيلكم وخلنا نشوف اجاباتكم. ومشكورين مشكورين على المتابعة وعلى تجاوبكم وتفاعلكم معي، صدق خليته والماراثون شيء سو ماتش فن. واذا حابين تدعمون محتوى القناه لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك اذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناه، ولا تنسون تسوون لي فولو بالسوشيال ميديا اللي انا دائما احطها في صندوق الوصف تحت. فيا هذا كان وقتي، كانت معاكم ضحى الحداد، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.